السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. اليوم معايا في هذه الوصفة خفيفة وشابة بزاف، سيرتو للبرد. راه الموسم تاع الشتاء وأكيد لاغريب راهي تتمشى، الناس قاع راهي تعطس، الناس قاع راهي تكح عليها. هذا لاسوب إن شاء الله يا ربي اللي ياكلها تحمي له الدف له جنابه وتجي معكم نتيجة رائعة. لاصوب تاع اليوم غادي نخدموها غير بالخضره، غادي تجيكم حلوه ماشي كيما لي سوق الاخرين اللي جو سانتين ولا ما تنجموش تاكلوهم. تبعوني وشوفوا طريقه المقادير والتحضير. غادي نبداو في المقادير على بركه الله. عندي هنايا 3 حبات كروطه اللي مقطعتها دوائر هنا باش ما تديرش طياب. عندي هنايا حبه بصله متوسطه الحجم تاع درتها شرائح. عندي هنايا الحبه تاع اللفت متوسطه ثاني اللفت وقطعتها بهذا الشكل، دارني مقطعتهم هكا ركيك باش ما يشدوش الطياب. عندي حبه بطاطا ثاني متوسطه. عندي هنايا عرف تاع كرافس قطعت له الاخصر تاعه. وهنايا الاوراق راني ديتهم تاني باش نطيب بهم. وهنايا عندي خليط في باقة عطريه، خليط من المعدنوس والقزبر. هنا كثرت من القزبر على المعدنوس. وهنايا عندي البسباس نقيته، درت حبه بسباس كبيره ها هي منقيه، ديت لها غير القاعده تاعها غير اللب والاخصر ما ديتهمش. عندي هنايا فص ولا سنه تاع الثوم، وعندي حبه طوماطيس مقطعه قلعت لها القشره وقطعتها ثاني. فيما يخص العطور، عندي هنايا العطور، هنا درت كركم مغرف صغيره، كركم مغرف صغيره تاع سكنجبير معمره غايه، شويه تاع الفلفل الاسود ولا الحرور. وهنايا ديت نص مغرف تاع مرق دجاج باش نعطرو بيه وما تجيناش غير الخضره، عطرنا بمرق دجاج والماء دافي اكيد باش نمرقوا الشوربه تاعنا ولا لاصوب تاعنا. نبدأ على بركة الله. والملح أكيد الملح كل وحدة الرغبة تاعها، وتنجمو ديرو فيها الملح مديروش. أعزائي في الكيكوطة تاعي غادي نطيب كلشي في الكيكوطة باش طيب لنا خفخف. في الكيكوطة غادي نحطو ملعقة تاع زيت، مكتروش لاش لاصوب، متبغيش الزيت بزاف، ديرو مغرف كبيرة تاع الزيت. نحطو البصلة وهداك الفص تاع الثوم الرابو، نحطو البصلة بهذا الشكل والفص تاع الثوم الرابو كيما قلت لكم كيما هاكا. أعزائي بعد ما رقيت هذاك الثوم ودرت البصلة كيما راكم تشوفو راه تتقلق، تخرج لكم لاصوص شابة. تبعوا هذه الخطوات اللي ندير فيها. دروك نحط الطوماطيس باش البصل ما يحرقيش، خلو غير شويه يدبل هذاك البصل ونزيدوا له باقي الخضروات. اعزائي كما راكم تشوفوا هنايا راه تقلبت لنا وراه بدات تدبل هذيك البصله في هذه المرحله. نزيدو باقي الخضر، نديرو كرافس، نقلو هنا تاني الكل مع بعض، نديرو لا ملح لا والو، نقلو كلشي. Thank you.
نديرو واحد شويه تاع الماء فقط. بس قد نص كاس تاع دابا تاعنا ونقلب. حنا ثاني ندير الخضره غادي نخليها تتقلى خمس دقائق ولا، ومن بعد عاد نديرو لها لي زيبيس. اعزائي بعد ما خليتها مده خمس دقائق وهي تتقلى بهذا الشكل بدون اي اضافات، نحطو فيها لي زيبيس تاعنا داك الكركم والفرار وكل شيء، ونزيدو الملح. حطينا القزبر والمعدنوس، حطينا هذيك الضربه تاع الاوراق تاع الكرافس، نخلطو كل شيء. هذوك العطور يدخلو ونمرقوها بالمحامي ونبلعو عليها هنايا الكيكوطا، واللي مبغاش ديرها في الكيكوطا ديرها عادي في القدرة تاعها. هنايا غير باش نختصرو الوقت وفي ساعة طيبنا غادي نضرب كنمرقها بالمحامي ونخليها نبلع عليها، نخليها حتى تطيبلي هذيك الخضرة ونطحنها، وبعد نوريكم إن شاء الله كي طيب الخضرة نقلعو ديك الباقة العطرية ونكملو الوصفة تاعنا. أعزائي كما راكم تشوفوا طابت الخضرة تاعنا، غادي نميكسو هذا الوقت، نميكسوها بعد نوريكم كيفاش تخرج معانا. من بعد نشوفوا لها القوام تاعها، هي بعد ما طحنتها القوام تاعها هنا كيما تبغوا، نزيدوا لها الماء يكون مغلي كما راكم تشوفوا. باش نكسروا هذا اللون تاع السفوريه درت انايا واحد نص مغرف تاع طوماط الطالبوطي، حليتها في الماء نحطها فيها في الاخير، نخليها تغلي غير شويه، نقلعوا لها ديك السفوريه تاع ليغوم ودير لها واحد الرشه تاع قزبر مجفف، هذه اختياري باش نزيدو نقوها غايه، وغادي نخلوها تغلي وبعد نوريها لكم في طبق التقديم باذن الله. اعزائي المشاهدين لاصوب تاعنا كما راكم تشوفوا فيها ها هي امامكم، ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه تاع اليوم سيرتو في الايام تاع البرتقال. ها هي انا نبغيها هكا ما خفيفه ما ثقيله، القوام تاعها كما راكم تشوفوا فيه، كل وحده الاختيار تاعها مع العصره تاع الليم تجيكم ما شاء الله. تناولوها ان شاء الله بالصحه والهنا، جربوها راهي وصفه لذيذه جدا، ماشي كيما لي سوب اللي نعرفوهم ولا، راني دخلت عليها لي زيبيس، راني بننتها بالعطور وكاع. ونتمنى من زوار جدد الاشتراك في القناه بالضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو، واكيد تفعيل ايقونه الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى وصفه مقبله.